كلها أسئلة الحقيقة محتاج أطرحها على ضيوفي وضيوفكم في الحلقة دي. معايا العميد عبد الله الأسعد، المحلل العسكري. أهلا بيك سيد العميد. أهلا وسهلا بك. ومعي أيضا السيد راسم عبيدات، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد راسم أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. بعد إذن سيد العميد، احنا عرفنا السيد راسم عبيدات في رقم 2، فاحنا هنبدأ مع الأسئلة. سيد راسم، قبل قليل صرح نتنياهو بأنه كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم. كيف ترى أبعاد تلك التصريحات التي خرج بها نتنياهو؟ وسؤال أهم، لماذا حلال عليه العودة إلى التوراة والتحدث من خلال التوراة والتبشير أو البشرة من خلال التوراة، بينما نحن لدينا في الوطن العربي لا نستطيع العودة إلى القرآن الكريم أو الإنجيل حتى؟ معنى سيدي في هذا الاتجاه، نتنياهو يتصور نفسه ملك لإسرائيل، وبالتالي هذا نتنياهو هو أيضا ينطلق من منطلقات دينية تلمودية توراتية في عمليات ما يقوم به من كل هذه الجرائم، يستند إلى التوراة في تبرير ما يقوم به من مثل هذه الأعمال. وليس فقط نتنياهو، ولكن دعني أقول لك بشكل واضح، عندما تقرأ على سبيل المثال لفوكاياما نهاية التاريخ أو ساموئيل أمينغتون صراع الحضارات، ماذا يقولون؟ يقولون بأننا نحن العرب هي شعوب متوحشة غير قابلة للتحضر، ولذلك يجب القضاء عليها من أجل أن يعم الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك هذه نفس المنطلقات التي ينطلق منها نتنياهو في سيدي في هذا الاتجاه، ولذلك هم يقومون بمثل هذه الأعمال ويبررون هذه الأعمال بأنهم هم أصحاب حضارة وأصحاب تحضر، ونحن شعوب متخلفة أو متوحشة، وهم الذين يحددون لنا مصيرنا في هذا الاتجاه على وجه الأرض. وعندما تقول لي لماذا مسموح لنتنياهو أن يعود إلى التوراة أو يعود إلى الإنجيل ونحن لسنا نعود إلى القرآن الكريم، هذا تعبير عن حالة الضعف التي تمر بها الأمة والانهيار. لو كانت هناك أمة حقيقية يا سيدي، وتحدث عن أمة فيها 2 مليار مسلم وليست أمة افتراضية موجودة في الجانب الافتراضي، وتقول لي نحن 400 مليون عربي، وهؤلاء 400 مليون عربي عندما تصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة لمدة عام كامل ولا تتحرك الشعوب العربية، وهذه الشعوب العربية بات واضح أنه ينطبق عليها تسمية الشعوب الرجعية، 110 ملايين عندك موجودين في مصر، لم نسمع أي تحرك جدي وحقيقي لنصرة غزة، لا على صعيد ضغط جدي وحقيقي على النظام من أجل على الأقل أن لا تريد غزة تدخل عسكري، وهي تدرك تماما أن النظام غير قادر على مثل هذه الفعل، ولا يمتلك إرادة ولا يمتلك قرار سياسي للقيام بمثل هذا الفعل، على الأقل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، وعلى الأقل نقل الجرحى وفتح المعابر في هذا الاتجاه. وكان الحديث بأن معبر رفح ومعبر بصري فلسطيني، ولكن وجدنا أن هذا المعبر من يتحكم به هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الدول العربية التي تقول لي 400 مليون بدلا من أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى قضية فلسطين، وللأسف كان الشعب الفلسطيني يتصور بأن هذه الأنظمة ستعمل على استعادة حقوقه وتحرير فلسطين، ليجد أنها بدل أن تكون دول طوق لصالح فلسطين هي دول طوق تطوق فلسطين لصالح. غالبا يا سيد راسم، غالبا يعني هذه الأنظمة صممت لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى. يعني خلينا واضحين كده، هذه أنظمة تعمل على تحقيق دولة إسرائيل الكبرى. خليني أروح لسيادة العميد. سيادة العميد، يعني 20 ضربة في ضربة واحدة 20 قيادة، وعلى رأسهم حسن نصر الله، وآخرهم اليوم قيادي بالقيادة المركزية، وتبقى واحد فقط.
كيف ترى عسكريا حجم خسارة حزب الله بهذا أو هذه الخسارة بهذا الحجم، وهل هو خطأ استراتيجي أم خيانة عسكرية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني طبعا أنا راح أتكلم طبعا بمنظور عسكري خالص. يعني أثناء رفع الجاهزية القتالية الكاملة للقوات لا يمكن أن يكون هذا العدد موجود في غرفة واحدة وفي ملجأ واحد ومعهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. طبعا يعني القوات التي تقاتل أو التي هي في حال وضع الدفاع موجودة في الجنوب. طبعا الجنوب من يعرف المنطقة، وأصبحنا يعني نتيجة الأخبار اليومية وما يجري في تلك المنطقة، نحن الآن يعني بعيدين عن الهجوم البري وبعيدين عن ما يتم مثلا من تحركات إسرائيلية وتهديدات. الآن كلها ضربات جوية. الجبال الموجودة في لبنان توجد فيها يعني يستطيعون أن يضعوا بها يوجد أنفاق وغرف عمليات، وأن يكون هؤلاء القادة غير موجودين في مكان واحد في ملجأ واحد. يعني هذا يعني يدعي الاستغراب. في الواقع 20 شخص، وهؤلاء 20 قياديين، يعني مثلا كل قائد فرقة يكون لوحده، كل قائد لوحده، كل قائد نوع من أنواع السلاح سواء كان مشاة أو استطلاع أو إشارة أو غير ذلك، ممكن مثلا أن يكون في مكان محدد. والآن أصبحت البلاد يعني تحت نفير عام، خاصة يعني المقاومة. هذا الموضوع 20 شخص ومن نفس القيادة في مكان واحد، طبعا يعني من منطلق أو من منظور نظام قتال القوات البرية والجوية والبحرية وكل أنظمة الخدمة لا تستدعي أن يجتمع هؤلاء كلهم في مكان واحد، لأن الضربات يعني يوميا ومكثفة ومستديمة. وإسرائيل كما تفضل التقرير تبعكم طبعا استخدمت يعني هذا النوع من القنابل. في الواقع هذه القنابل تسمى خارقة، يعني الرأس الفولاذي تبعها قادر على اختراق جدار اسمنتي طبعا مسلح، يعني متر وخمسين سنت، ولا ينفجر مباشرة كما هي القنابل المتفجرة، وإنما بعد الاختراق هناك يعني ندخل قليلا بالصفات الفنية والتعبوية لمثل هذه القنابل. يوجد صمام، هذا الصمام يسمى صمام بيزو، بنقل نتيجة الضغط الكبير. طبعا هم يضعون الضغط الذي يجب أن يتعرض له هذا الصمام بعد أن يخترق متر ونص، إلى عبارة عن قمعين يعني مختلفين، ينقل شرارة كهربائية إلى الصمام الآخر الموجود على يعني فوهة الحشوة المتفجرة والتي كانت تزن 85. يعني سيادة العميد عشان ما نستغرقش في موضوعات شديدة التخصص، يعني أليس من المفترض أن يكون هناك انفجار من الداخل وليس من خارج من الطيران؟ يعني لا، ممكن يكون حد يحمل حزام مثلا واندس في وسط هؤلاء القادة، ده مش مطروح خالص؟ لا مستحيل. يعني انت ايضا يعني لابد ان عندما نتكلم لابد ان نتكلم يعني بموضوع الاختصاص. يعني في مجال سلاح الهندسة، هذه الحفرة التي تشكلت وسقوط الأبنية فوق بعضها البعض وست أبنية، ليس أنت أمام بناء واحد وليس أمام ملجأ، أنت أمام أبنية، هذه الأبنية متجاورة تعرضت لما يشبه تقريبا زلزال بقدرة 3 على درجة على مقياس ريختر. والحفرة التي شكلها هي عبارة عن يعني جسم، سواء كان قنبلة أو صاروخ، على الأغلب هو يعني خارق للتحصينات، وهو الذي طبعا دمر هذه الأبنية وقتل منهم داخل تحت الأنفاق. يعني إذا كانت 2 طابق 3 طابق تحت الأرض استطاع أن يخترقها وأن من ثم أن يقوم بتفجير ذلك. طيب، العودة على بدء أنه كمية هؤلاء القادة 20
مع الأمين العام لحزب الله في مكان واحد، هذا خطأ استراتيجي فادح يعني لا يمكن أن يرتكبه أي لا جيش ولا ميليشيا ولا غير ذلك. طيب خلينا نروح للسيد راسم عبيدات. سيد راسم، قال جاريت كوشنر تعليقا على اغتيال السيد حسن نصر الله أنه الأكثر أهمية في الشرق الأوسط منذ اختراق اتفاقيات إبراهيم أو إبراهام للتطبيع. كيف ترى ذلك التصريح؟ وهل التغيير هذا سيجعل أو سيعجل من عجلة التطبيع؟ نعم، هذا التصريح الذي كان لسر الرئيس الأمريكي السابق كوشنير هو الذي تحدث في هذه القضية بأن سماحة السيد حسن نصر الله هو كان شخصية تتمتع بكريزماتية عالية وله حضور ليس في الساحة اللبنانية بل هو حضور على الأقل عربي وإسلامي وعلى المستوى العالمي، وهو ما تولى الحزب بشباط عام 92 وراكم مجموعة من الإنجازات والانتصارات سواء على الساحة اللبنانية، ساهم في عملية تحرير لبنان في 25 أيار 2006، حرب 2009 تموز 2006 أسقط مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي بشرت به كونديزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، وأيضا كان له بصماته في أكثر ساحة من ساحات المقاومة العربية في هذا الاتجاه، ووقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب القضية الفلسطينية. ولكن الإدارة الأمريكية هي لديها ثأر مع سماحة السيد نصر الله ومع حزب الله في عام 1983 عندما جرى تفجير مقر القوات الأمريكية في لبنان وما نتج عن ذلك من 249 إلى 250 من الوحدات البحرية الأمريكية، تم المشاة البحرية الأمريكية وقتلوا على في العملية التي جرى تنفيذها في عام 1983. ولذلك هي الإدارة الأمريكية تقول بشكل واضح أن هذا أخطر رجل بالنسبة إليها في من خارج فلسطين أو في من القوى المعادية للإدارة الأمريكية ولمخططاتها ومشاريعها في هذه المنطقة. وبالتالي هم يطمحون بعد استشهاد حسن نصر الله إلى أن يحدث تغيير، وهذا التغيير يمكنهم من مد جسور التطبيع بشكل علني مع العديد من الدول العربية المطبعة مع دولة الاحتلال وفي المقدمة منها السعودية في هذا الاتجاه، والتي كانت لولا معركة 7 أكتوبر هي قد أنجزت وقطعت شوطا كبيرا في إطار تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال. ونحن ندرك أن السعودية تبيع الوهم للشعب الفلسطيني بالقول بأنها لن تطبع إلا إذا كان هناك مصالح سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية. الإدارة الأمريكية تكذب والسعودية تكذب، ومحمد بن سلمان الأمير أو ولي العهد السعودي قال بشكل واضح للأتلانتيك بأن القضية الفلسطينية هو بالنسبة له شخصيا لا تعني له شيئا في هذا الاتجاه، وهذا تعبير حقيقي عن الموقف الرسمي السعودي اتجاه القضية الفلسطينية، بدلالة أن حتى هذه اللحظة لم نجد أي تحرك من قبل الدول النظام الرسمي العربي باتجاه على الأقل اتخاذ مواقف تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار. وأنت تتذكر جيدا بعد العدوان والحرب الوحشية التي شنت على قطاع غزة، وبعد 36 يوما تداعت المؤسسات العربية الجامعة العربية المتعبرة وما يسمى بمنظمة التعاون الإسلامي الأمريكي إلى عقد قمة عربية إسلامية طارئة بعد 36 يوما طارئة للسعودية، واتخذت قرارات ولا تساوي قيمة الحبر الذي كتب. طب ما هو برضه يا سيد راسم معلش، ما منظمة التعاون الإسلامي برضه عملت نفس القصة. أنا بحكي عن منظمة التعاون الإسلامي نفس القصة، هذه منظمات تأتمر بأوامر أمريكية ولذلك لا تستطيع أن تعقد اجتماعاتها وتأخذ قراراتها إلا بموافقة أمريكية في هذا الاتجاه. أن نقول لك قمة طارئة بعد 36 يوما واتخذت قرارات كسر الحصار على قطاع غزة، هل تم تنفيذ أي قرار؟ هل وصل أي زعيم عربي أو إسلامي من أجل كسر الحصار إلى قطاع غزة؟
هربوا من مسؤولياتهم وقالوا شكلنا وفد لزيارة الدول الكبرى ولطرح قضية وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى لا يتحملوا مسؤوليات في هذا الاتجاه. الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الوفود الأوروبية وصلت إلى معبر رفح ولم يصل أي رئيس أو ملك أو أمير عربي إلى معبر رفح على الأقل لكي يطالب بفتح المعبر وإيصال، لا نريد جيوش عربية، لا إيصال مساعدات إنسانية غذائية وطبية ومعالجة جرحى إلى معبر رفح. وبالتالي هذا الذي يطبع له كوشنير، هل يتحقق ما يقوله كوشنير في هذا الاتجاه؟ وأنت تعرف أن نتنياهو في الدورة 79 للأمم المتحدة ومن على منصتها قال أن هذا سماه محور البركة، هذا محور التطبيع العربي مع نتنياهو الذي يوغل في الإجرام بقتل الأطفال والنساء محور بركة، وبقية المحور أو محور المقاومة هو محور شر الذي هو يريد أن يدمر السلم والأمن العالميين، ونتنياهو يريد أن يحضر هذه المنطقة ويقيم سلام اقتصادي وجسور وعلاقات تجارية وتطبيعية مع الدول النظام الرسمي العربي والتي هي تنتظر بفارغ الصبر القضاء على المقاومة سواء كانت لبنانية أو فلسطينية أو عراقية أو يمنية من أجل أن تشرع في مشاريعها التطبيعية في المنطقة مع دولة الاحتلال. وكأن هذه الدول التي تمتلك التريليونات من الدولارات والإمكانيات الاقتصادية بحاجة إلى التطبيع مع دولة الاحتلال. أنا لا أعرف، لو أنصار اليمن هي محاصرة وتعيش حصار طويل وقادت حرب 8 سنين وتعمل على تصنيع ليس فقط مسيرات وصواريخ فرد صوتية، ودول عربية كبرى تمتلك إمكانيات اقتصادية ومالية تمكنها من ليس تصنيع صواريخ فرد صوتية، ربما مركبات فضائية وغيرها، ولكن هي لا تقوم فقط بتنشيط مصانع السلاح الغربي والأمريكي. لا، أنا عايز أقول لك يا سيد راسم أنه محمد بن زايد في أمريكا طلب من الرئيس الأمريكي أنه يسلفهم يعني يدخلوا في الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، ليس في طيارات مسيرة ولا في أسلحة ولا في كلام منه. خلينا نروح لسيادة العميد. سيادة العميد، تم طرح اسم هشام أو هاشم صفي الدين. هذا الرجل وإحنا بنقرأ كده عنه هو طلع مسؤول الاستثمارات داخل الحزب، تم طرحه كبديل وخليفة لنصر الله. هنا بقى أنا سألت نفسي سؤال، هذا الرجل كان زي مدير مالي أو مسؤول مالي، مسؤول الاستثمارات. هذا السؤال إذا هو له علاقة بصفقة البيجر اللي انفجرت في أيدي رجال وعناصر حزب الله. كيف ترى طرح اسم هاشم صفي الدين بعد حتى صفقة البيجر دي؟ وما هي مؤهلاته يعني؟ يعني طبعا حزب الله امداده بالسلاح وبسلاح الاشاره وبغيره هو يعني يتم عن طريق ايران. الصوت ده عندك يا سياده العميد؟ الصوت ده عندك؟ الصوت الانفجارات ده عندك؟ صوت عندي. نعم، هو صوت رعد وصوت برق موجود يعني. الحمد لله. طيب تفضل. يعني نعود الى ما بدانا به لنقول بان يعني استجرار الصفقات وخاصة سلاح الإشارة، هذه الأجهزة اللاسلكية طبعا هي تتم. هاشم صفي الدين هو يعني عبارة عن عضو في لجنة المشتريات إذا سميناها، من الدول، من الصين، من تايوان، من أي دولة تريد أن تشتري منها سلاح إيران. إيران هي التي تقوم بتزويد الحزب بهذه النوع من الأجهزة. في الواقع يعني عندما يتم استجرار صفقة ويكون في هذه الصفقة خلل نتيجة عدم تجربتها، نتيجة عدم استخدامها وفحصها فحص دقيق، يعني طبعا وهنا نقارن بين المقاومة في فلسطين وبين ما تم يعني اختراق الحزب من خلاله، بأن يجب أن يكون هناك مهندسين يفحصون الأجهزة حتى بعد مجيئها إلى ميدان العمل وتنفيذ تجربة عليها، تجربة كبيرة جدا، ومن أجل أن يكون طبعا الجهاز غير مخترق ولا يوجد فيه أي نوع من الأعطال ولا غير ذلك،
يعني من ثم وضعه في مجال العمل. ليس ذلك، إنما نحن نريد أن نقول هاشم صفي الدين طبعا هو يعني خلفيته أنه هو صهر قاسم سليماني. دائما إيران هي دولة ثيوقراطية، الظاهر هي دولة ثيوقراطية، لكن في عمق الدولة العميقة التي تمتاز بها إيران غير الثيوقراط، هناك في الدولة العميقة رجال استخبارات، رجال في الجيش، رجال في السياسة، رجال في القضاء، رجال في الكذا. فلذلك النظام الرسمي في إيران الثيوقراطي أراد أن يضع في يعني على رأس المقاومة خليفة لحسن نصر الله هاشم صفي الدين. لماذا؟ لأن طبعا نحن نعرف بأن يعني العناصر الموجودين ضمن المقاومة، طبعا الخطاب الذي يمتاز به حسن نصر الله هو يعني هو إعلامي أكثر ما هو قائد ميداني. حسن نصر الله يعني بالنسبة مثلا إذا ما قارنا مع فؤاد شكر ومع إبراهيم عقل وكركي والقادات، يعني هؤلاء هم الحزب. أما حسن نصر الله يعتبر عبارة عن مرشد يعني، ولذا الأنظمة الثيوقراطية يعني لديه أهمية كبيرة. الإنسان المرشد الذي يكون على رأس هذا الحزب يجب أن يكون يعني كلمته مسموعة، والاقتداء به يعني من دون أي تفكير نهائيا. فلذلك اختيار هاشم صفي الدين لمثل هذه يعني الأحزاب التي تدعمها إيران، يعني من الضروري أن يكون هذا الشخص يمتاز بقرب من يعني من القيادة الإيرانية. أن يكون مثلا قاسم سليماني طبعا له يعني عند المقاومة الموجودة في جنوب لبنان لدي وزن كبير جدا، كونه يعتبرونه يعني. ولكن أنت عايز تعول على أنه علاقته بإيران هي الأقوى أو هي اللي ممكن تجعله مرشح ل حسن نصر الله. طب عشان الوقت بيجري مني قوي وعندي اسئله كتير لسه ما سالتهاش، فخليني اروح لسياده الاستاذ الرسم. اذا بدك بعجاله اقول لك يعني انه لماذا مثلا تم اختياره، انت من خلال ما قرات بان الذي يجب ان يكون عند راس الحزب سواء يعني هاشم صفي الدين او نصر الله او موسوي او الصدر، كلهم تخرجوا من قم من الحوزات الشيعية وجيء بهم إلى الجنوب اللبناني ليرأسوا. هم كلهم مين؟ ما فيش غير حسن نصر الله وهاشم ده بس، لأن عباس موسوي كان مدرس لحسن نصر الله. نعم. طيب يعني ما فيش غير هم حسن نصر الله وحتى عباس موسوي طرد من العراق ومنع من دخل. أنا أقول يعني ليس أنا مثلا أمين عام، القادة الموجودين مثلا فهمت، لابد أن يكونوا من قم. فهمتها، وصلت يا فندم. خلينا نروح للأستاذ راسم. أستاذ راسم، أنا عندي كتاب عن حسن نصر الله كتبه كاتب مصري الدكتور رفعت سيد أحمد، كتاب يعني موجود مش بألفه يعني. كتب في مقدمة الكتاب لماذا هو ثائر من الجنوب، وقال فيها عندما تتعرض أمة لغزاة متوحشين وتتهم مقاومتها بأنها إرهاب وينعت دينها بأنه دين عنف وتنتهك مقدساتها وتحتل أرضها، عندئذ لابد من أن يبزغ من بين ظهرانيها ثائر، وثائرنا جاء من الجنوب الإنساني، الجنوب الإسلامي والعربي، جاء في مواجهة غزاة الشمال الأوروبي الأمريكي الإسرائيلي، وهو ثائر معمم تحمل ثورته عبق التاريخ وروح الحسين مخضبا في دمه في كربلاء. ولأن كربلاء لا تزال حاضرة فينا وفي عالمنا المعاصر، كان لابد أن يأتي حسن نصر الله الثائر المعمم لتلتقي الثورة بالعمامة مجددا، معلنة عن بدء عصر جديد من العزة والكرامة والانتصار، انتصار لا يقبل الدنية في الدين ولا في الدنيا. إنه كتاب يلتقي فيه مجددا الحسين بالحسن في ثورة معممة آتية أيضا من الجنوب، ألم تكن كربلاء في الجنوب؟ دي المقدمة اللي بدأ بيها. سؤالي لحضرتك سريعا بقى، قبل مقتل حسن نصر الله بيوم خرج الرئيس الإيراني وقال مستعدون للعمل مع القوى العالمية لحل أزمة النووية،
هناك من طرح سيناريو، مش أنا، هناك من طرح سيناريو أن إيران ضليعة في التخلص من حزب الله كثمن لتهدئة الموقف مع أمريكا والعالم. فهل حزب الله كان ثمن هذا المشروع النووي الإيراني؟ يا سيدي، أنا أعتقد أن هذا طرح له وجهة أو حقيقة في الواقع. أولا، إيران لو أرادت أن تبيع حزب الله اللبناني هي لا أقدمت على هذه العملية منذ زمن بعيد. إيران هي تعتبر أن أقوى حلفائها في هذه المنطقة وأحد الأذرع الضاربة في هذه المنطقة هو حزب الله اللبناني، وبالتالي في ظل وجود قيادة إيرانية جديدة ورئيس جديد بازشكيان، فأنا أعتقد بأن دور الرئيس في إيران هو دور تنفيذي. من يحكم في إيران هو المرشد الأعلى، هو قائد القوات المسلحة، وهو يحدد السياسة الخارجية الإيرانية بشكل واضح في هذا الاتجاه. ولذلك لا أعتقد بأن ما يتم تداوله في هذه القضية، الإيران فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هي تدرك تماما. أنا أعتقد أن إيران حتى هذه اللحظة التي يقولون أنهم على عتبة إنتاج القنبلة النووية، ربما وصلت إلى عملية الإنتاج وخصبت يورانيوم على درجة 60 ورفعت التخصيب إلى درجة 80 و90 في هذا الاتجاه. ولكن في الطرح الذي تم طرحه في هذه القضية، وتحدث بازشكيان وقال نحن نريد أن نكون هناك علاقات، ويجب أن تكون العلاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل وغير ذلك من العبارات، استمعت جيدا إلى هذا الخطاب وهذا الكتاب الذي تحدثت فيه لرفعة سيد أحمد، وطلعت عليه في هذا الاتجاه. ولذلك أنا أقول بشكل واضح أننا عندما نتحدث، وكما تحدث العميد ووجود مثل هذه القاضي، أنا أقول لا أقول لك قضية أساسية وجوهرية في هذا الاتجاه. نحن عندما تم اغتيال الرئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وعندما تم تفجير ميناء بيروت الدولي وشكلوا لجان تحقيق، جرى نقل كل الداتا عن سكان لبنان صغيرا وكبيرا إلى المخابرات المركزية الأمريكية، والمخابرات المركزية الأمريكية كانت تصنف كل هؤلاء والسكان بما في ذلك قادة المقاومة وغير المقاومة، أعطي معلومات كاملة عن كامل سكان لبنان، وتسلمت المخابرات المركزية الأمريكية وتسلمت المخابرات الإسرائيلية الموساد، ولديهم صورة واضحة في هذا الاتجاه. وأعضاء حزب الله هو عضو في الحكومة، ولديهم ممثلين في الحكومة اللبنانية، ويتحركون بشكل علني وليس بشكل سري في هذا الاتجاه. واليوم هناك طائرات تجسس أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية تعمل ليل نهار، ووحدة إسرائيلية تسمى 8200 هي التي تتولى عمليات التصفيات والاغتيالات والتجسس، هي موجودة في لبنان بشكل دائم ومنذ عشرات السنين، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وغيرها حتى في الداخل اللبناني يعملون على التخلص من حزب الله. ولبنان تم محاصرته ماليا واقتصاديا وإيجاد الفراغ السياسي، وليس من قبل أمريكا وأيضا فرنسا. يعني أنت يا أستاذ راسم مش مع سيناريو أن إيران على الأقل أعطت الضوء الأخضر؟ مش مطلق، أنا لست مع هذه الفرضية ومع هذا. طب كلمني يا أستاذ راسم، كلمني لو سمحت، كلمني بالمنطق. معنا السيد سيادة العميد وهو ذكر ده، يعني هل يجوز أن 20 واحد في ظرف زي ده في وقت زي ده يجتمعوا مع بعض في نفس التوقيت وهم يعلمون أنهم كلهم أهداف لإسرائيل؟ هل هذا منطق؟ يا سيدي، فيما يتعلق في الضرب التي طالت سماحة السيد نصر الله، هو العملية اغتيال أفراد أو قادة الرضوان، مجموعة الرضوان التي تتحدث عنها، جرت فيما يسمى ب الثلاثية أو ما بسميه الحزمة القاتلة، هي جرت في المرحلة الأولى بعد تفخيخ أجهزة البايجر وأجهزة الآيكوم، وكان فيها التي ذهب بضحيتها مجموعة من قادة حزب الله، والتي جرت عمليات الاغتيال مباشرة بعد أجهزة عملية التفخيخ.
وكانت عمليات الاغتيال، وبعد ذلك جرت الغارات الإسرائيلية المكثفة وما نسميها بالعملية الأبعاد الثلاثية التي كانوا يريدون فيها إسقاط حزب الله بالضرب القاضي على غرار ما جرى في العراق وإسقاط العراق واحتلاله. ولذلك هذه العملية التي كان يراد لها أن تسقط حزب الله، خرج الأمين العام لحزب الله نصر الله وقال إن هذه الضربة لم تسقطنا ولن تسقطنا في هذا الاتجاه. وبعد ذلك كانت العملية التي نفذت في 27 والتي استشهد فيها نصر الله وعدد محدود من القادة الإيرانيين، هي يعني المسألة 20 أو 19 و15 هي كانت سابقة، والتي جرت في اليوم الثاني بعد تفخيخ أجهزة الباجر وأجهزة الآيكوم، أي أجهزة النداء والإشارة، وليس في الواقع التي نتحدث عنها باستخدام القنابل الفراغية الأمريكية والتي طيب سيد راسم، يعني في معلومة أذيعت منذ قليل على صحيفة الوطن العربي المصرية العربي عن في قبل قليل عن يعني قبل قليل أنا بكلم على المعلومة اللي معايا. قبل قليل كشفت وسائل إعلام فرنسية لوباريزيان الفرنسية على أن هناك جاسوس إيراني استطاع أن يصل إلى الصفوف الأولى بالقرب من حسن نصر الله، وهو الذي سلم إسرائيل تحركات حسن نصر الله، كما ذكرت لوبرزيان أهو أنه مصادر أمنية لبنانية قالت أني عميل إيراني. وأضافت التقرير أن المفاجأة الأكبر في استهداف نصر الله هو الدور الذي قدمه الجاسوس الإيراني اللي استطاع أن يخترق الصف. وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن الاختراق هو مساعد جيش الاحتلال في تحديد موعد الهجوم بدقة شديدة، حيث سبق انتظار لفترة، وذلك لضمان وجود نصر الله في المجمع السكني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية قبل القصف. الصحيفة قالت أن الأمين العام كان يصطحب معه نائب قائد فيلق القدس في لبنان، والذي تواجد على عمق 30 متر تحت الأرض، مؤكدا الاجتماع كذا إلى آخره. إذن هناك جاسوس إيراني بيتعاون مع أو سلم لإسرائيل. خلينا نروح لآخر سؤال سيد العميد، نروح لإيران اللي رأينا ردودها كلها تصريحات سياسية نارية. خليني أطلعك على رد للرئيس الإيراني، بيقول إيه؟ بيقول إن كانت كل وعود قادة أوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على قتل هنية كانت محض أكاذيب. ما هو تعليقك؟ يعني قبل يوم من عملية حسن نصر الله كان الرئيس الإيراني لقاء على الجزيرة، وكانت يعني كل الأسئلة التي توجه له يجاوب عليها بإجابات ناعمة. هذه الإجابات تعيدنا إلى الخلف، يعني تعيدنا إلى اغتيال الرئيس الإيراني رئيسي مع الطاقم الموجود معه والمجيء بطاقم جديد. هذا الطاقم الجديد الذي وصل إلى سدة الحكم، طبعا يعني نحن لا نقول بأن طبعا من رتب هذا الموضوع وجاء بهذا الطاقم يريد منه أن يكون يعني سياسيا مختلف عما كان في السابق. الرئيس الإيراني والمرشد الخامنئي، يعني الغريب تفضل الأستاذ راسم قال بأن يعني أكبر الأذرع التي تعتمد عليها إيران هي حزب الله، طبعا إضافة إلى الحوثي، إضافة إلى الحشد الشعبي، إلى الميليشيات التي تمتد من العراق من الأنبار وصولا إلى دير الزور، إلى القصير، إلى لبنان. هذه طبعا كلها أذرع لإيران، لكن القوة الكبرى لها كون حزب الله على الحدود طبعا. يعني وهذه الضربة ليست ضربة عادية، إنما يعني كاسرة للظهر. في الواقع الردود وردود الأفعال ليست بقدر ما تم في يوم الجمعة من خلال هذه الضربة القوية، ولا من خلال تفجير الأجهزة اللاسلكية، ولا من خلال الأخطاء الكبيرة. إذن نحن أمام أخطاء يعني أمنية، لأن كل الجيوش لديها أمن يسمى أمن المعلومات، أمن الاتصالات،
أمن الوثائق، أمن القادة، أمن العمليات، هذا على ما يبدو تفكك في هيكلية حزب الله، وهو يعني يوصلنا إلى مكان من مثلا يعني يحمي مثلا هاشم صفي الدين الذي سيكون أمين عام في المستقبل؟ هل سيكون مثلا يعني بحماية مثلا إيران أو حماية مثلا نظام الأسد الذي أيضا هو يعني أيضا من محور المقاومة الذي يحمي حزب الله مثلا، أو الذي تشارك مع حزب الله في موضوع الإيديولوجيا التي تقضي بأن يكون هذا المحور هو محور ممانعة؟ في الواقع يعني نحن أمام هيكل تنظيمي، هذا الهيكل طيب يعني في النهاية إيران اخترقت أكثر من مرة منذ اغتيال قائد فيلق القدس، ثم مرورا بقى بالسيد إسماعيل هنية، وبعد كده اغتيال حلفاء لها أو أتباعها في دمشق مع بعض كده، ثم الضربة الأخيرة الموجهة لحزب الله. سيد راسم، سؤال الأخير لحضرتك والوقت تجاوزناه جدا، هل سترد إيران سيد راسم عبيدات، هل سترد إيران أخيرا على هذه الضربات أو النكسات المتوالية؟ هل سترد على إسرائيل؟ الصوت يا سيد أيوه تمام تفضل. أنا أعتقد بأن هناك سيكون رد إيراني، وهذا الرد الإيراني بعد أن يتم على الأقل عملية الترميم على المستوى التنظيمي في جانب حزب الله اللبناني. وقبل قليل نقلت الفضائية العبرية أو العربية السعودية بأنه تم اختيار هاشم صفي الدين أمينا عاما لحزب الله حسب ما قالت هذه الفضائية، وبالتالي بعد عملية الترميم. والآن كما تشير العواجل أن إسرائيل تتحضر إلى مناورة برية على الحدود اللبنانية في هذا الاتجاه، ولذلك هي الحرب ستتوسع وستتصاعد وستنتقل من مرحلة التصعيد الاستراتيجي إلى مرحلة قوسة وأشمل، وربما الأمور تتداعى ليس فقط إلى حرب برية، وإسرائيل تخشى الحرب البرية لتجربتها في الحرب البرية التي كانت في عام 2006، والتي كانت فيها مجزرة دباباتها في وادي الحجير ومرور الرأس وعيت الشعب، والتي ألحقت الهزيمة بجيش الاحتلال في تلك الفترة. وعام سكشتيان والإدارة الأمريكية حضرت إسرائيل من القيام بعملية برية، لأن المكوث في الجنوب اللبناني لا تستطيع أن تضمن بقائها وعدم تعرضها من قبل المقاومة اللبنانية في هذا الاتجاه. وأنت تتذكر عندما هربوا من الجنوب اللبناني وتركوا عملائهم من جيش لحد دون أن يعلموهم بهروبهم من الجنوب اللبناني. يعني تتوقع انه في رد ايراني؟ نعم تتوقع. طيب على اي حال خليني اشكرك السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كما اكرر الشكر للسيد العميد عبد الله الاسعد المحلل العسكري، بشكرك جدا. العاجل انه الامارات في الخرطوم، السفاره الاماراتيه يعني تم الهجوم على السفاره الاماراتيه أو على مقر السفير الإماراتي في الخرطوم، وتم باستخدام طائرة تابعة للجيش السوداني كما نقلت صحيفة القدس. عاجل قدام حضراتكم اهي بتقول الهجوم على مقر السفير الإماراتي في الخرطوم تم باستخدام طائرة تابعة للجيش السوداني، والإمارات تدين الاعتداء الغاشم على مقر سفيرها في السودان. ده كان آخر خبر، إلى أن نلتقيكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.